فأخذ قوقدا يده يروم فتح الباب، فأخذت فاطمة بعضادتي الباب تمنعهم من فتحه، فأخذ الثاني الصوت من قوقد وضرب به عضدها، فالتوى الصوت على يديها، فحاول أن يدفع الباب فلم يقدر على فتحه، فاستعان بخالد فركل خالد الباب برجله فكسره، وعصرها بين الباب والحائط عصرتين شديدين حتى كادت روحها ان تخرج من شدة العصرة، ولبس المسمار في صدرها ولبع الدم منه فسقطت لوجهها، فصرخت صرخة جعلت اعلى المدينة اسفلها، وصاحت يا ابتا يا رسول الله هكذا يصنع بحبيبتك وابنتك، حياة الله ادركيني واليك فخذيني، فوالله قد قتلوا جنيني، فدخل مجموعة من المهاجمين يتقدمهم خالد بن الوليد، وإذا يدوس برجله على بطن فاطمة، فاستدركتها فضة ثم استندت إلى الجدار، وكانت حاملة بالمحسن لستة أشهر فأسقطت، فدخل الثاني وصفقا على خد فاطمة طفتة من ظاهر الخمار، فانقطع قرطها وتناثرت إلى الأرض، فخرج أمير المؤمنين من داخل الدار محمرا العين حاسرا حتى ألقى ملاءته عليها، وظلها إلى صدره وصاح بفضة يا فضة مولاتك فخذيها، ثم وثب علي عليه السلام طرفة الثاني أسقطه أرضا، وأخذ بتلابيب خالد فعصره عصرا، ثم هزه فصرعه وجلده على الأرض، وهم بقتله فاجتمع الناس عليه، وصاح خالد صيحة منكرة.